الو، النهارده هنتكلم على الكليننج والشيبنج. الكليننج والشيبنج بالفايلات بقى، وازاي نعمل كليننج شيبنج بالروتري فايلز والكلام ده، او بروتوكول فور كليننج اند شيبنج. دلوقتي احنا المفروض عملنا اكسس وجبنا الكانالز وعرفنا نعمل لوكيشن للكانالز وكل الكلام ده، تمام؟ وعرفنا نعمل لوكيشن كانالز بالاندو بروب، وعرفنا ازاي هنفنش البريباريشن بتاعتنا ات وات ليفل. اوكي، اتكلمنا على الايبك الكانال اناتومي كل الكلام ده. طب دلوقتي بقى انا عايز اخش اشتغل بقى فايلات. اوكي، انا المفروض معايا بري اوبريتيف اكس راي. اوكي، البري اوبريتيف اكس راي واخد منها الداتا كلها، في كيرف مفيش كيرف، ايه ده الكانالز كالسيفايد، ايه ده البالب شيمبر كالسيفايد، البالب شيمبر واسعه، الكانال شكلها واسع، ايه ده انا عندي ثلاثه روتس مش اثنين، ايه ده انا عندي سنجل روت. المفروض البري اوبريتيف عندي واخد منها الداتا كلها. حلو، هجيب البري اوبريتيف دي اخد عليها استيميتد وركينج لينث، هقيس بالفايل كده عليها ايه ده 20 مللي 20 مللي، تمام جدا، اقصر منهم مللي. اوكي، عشان نبقى بعيد عن الراديوجرافيك ايبكس. يبقى انا خدت استيميتد وركينج لينث. اوكي، ليه استيميتد؟ عشان هيتغير بعدين. ايفن حتى لو كنت خدته بالايبكس لوكيتر هيتغير بعدين، بعد ما ندخل الفايلات الروتري نعمل كورونال فلارنج. فانا دلوقتي خدت الاستيميتد وركينج لينث، بعد كده بجيب فايل 10. اوكي، اي بريفير فايل 10 مش فايل 15، يبقى الانيشال فايل اللي بيخش جوه الكانال. ليه؟ علشان فايل 15 من فايل 10 في فرق كبير جدا. اوكي، اي بريفير فايل 10. نخش ووتش وايننج موشن. ووتش وايننج موشن يعني كوارتر ترن يمين كوارتر ترن شمال، كوارتر ترن يمين كوارتر ترن شمال. بلاش كونتينوس روتيشن، كونتينوس روتيشن فايل 10 جوه يتكسر. اوكي، فانا بخش فايل 10 اتاكد ان الكلام بيتت على الاستيميتد وركينج لينس، تمام؟ خلاص، بعد كده بروح جايب الفايل الروتري بتاعي اللي هو الارفيس اوبنر. اوكي، وات ايفر البراند ايه، بعمل بيه حاجه اسمها كورونال فلارنج. يعني ايه كورونال فلارنج؟ اي روت كانال جوه بالذات في المولرز بيبقى فيه كيرف فوق غير الكيرف اللي تحت. الكيرف اللي فوق ده انا بعدله، بعمله ستريت لاين اكسس، ان انت تبقى نازل الكانال كده. خلاص، بتعدله ازاي؟ بتكنيك اسمه انتي كيرفيتشر فايلنج. يعني ايه انتي كيرفيتشر فايلنج؟ يعني انا بدخل الفايل في الروت كانال وبعمل بروشنج بالفايل على الاوتر وول. اوكي، على الاوتر وول بتاع الكانال. الاوتر وول بتاع الكانال ده بيتعرف منين؟ هقول لكم على تيب لذيذة تفتكروها كل مرة. الاوتر وول اللي هو السيف وول البعيد على اسم الكنال. حلو؟ يعني مثلا فور اكزامبل لو انا بشتغل في ميزيو باكل كنال ابر 6 بعمل بروشنج على الميزيو باكل وول، انا كده في السيف زون. وكده في نفس الوقت عملت ايه؟ الكلام ده كله انا هفرجه لكم في اللايف ديمو عشان تبقوا متخيلينه. الكلام ده كله يبقى انا كده عملت انتي كيرفيتشر فايلنج وعملت ستريت لاين اكسس. خلاص؟ بعد ما اعمل ستريت لاين اكسس بقى عندي ستريت لاين اكسس كده محترم. خلاص، وكانال واسع من فوق والارفيسز واسعين، ابتدي ساعتها انا كده وسعت بس الارفيس من فوق، وسعت الكورونال 1 ثيرد بتاع الكانال. ساعتها بقى ابتدي اخد حاجتين، اقيس الاكتشوال وركينج لينث اللي انا هكمل عليه بقيه الفيزيت بالايبكس لوكيتر، وساعتها هبتدي اشوف الانيشال فايل بتاعي. الانيشال فايل بتاعي هدخل فايلات مانيوال، يعني طبعا انا دخلت فايل 10 اطمنت من البيتس وكده، هبتدي ادخل فايل 15. لو فايل 15 عامل ريزيستنس تحت يبقى ده الانيشال فايل بتاعي. طب لو فايل 15 لوس اخد فايل 20. طب لقيت فايل 20 عامل شويه ريزيستنس من تحت، ابتدي احد من عليه ثلاث فايلات. يعني ايه؟ 25 30 35. ابتدي بقى ساعتها اخلص البريباريشن بتاعتي في الكنال دي على السايز ده. حلو؟ يبقى تاني انا هاخد دلوقتي بعد الكورونال فلارنج الوركينج لينس بتاع الكنال بتاعي. اوكي؟ الوركينج لينس بتاع الكنال بعد الكورونال فلارنج هو ده الاكريت اللي انا هشتغل عليه بقيه الفيزيت. خلاص؟ وباخد كمان قبل ما ابتدي اعمل كليننج وشيبنج بروتري فايلز باخد انيشال فايل. ليه؟ عشان اجاوب على السؤال، طب انا الكنال دي هخلص على سايز كام؟ عشان مش كل الكنالز بتخلص على نفس السايز. ممكن الكنال دي تبقى اصغر من دي، ولو الكنال دي كبيره محتاجه فايل اكبر وهكذا. طب احنا بنعرف ازاي؟ بنقيس الكنال حاجه اسمها ايبيكال جيجنج قبل ما نبتدي اصلا بريباريشن. اوكي؟ الايبيكال جيجنج ده بيتعمل على اساس الانيشال فايل. بدخل قبل ما اعمل بريباريشن خالص بعد الكورونال فلارنج اللي هو البارت بس الكورونال، ادخل اقيس الايبيكال سايز بتاعي كام. اوكي؟ وبعد ما بقيس الايبيكال سايز وبعد ما اقيس الاستيميتد وركينج لينث، اوكي، ببتدي اخش اجيب الروتري فايلز. الروتري فايلز بقى فيه حاجات كتيره قوي في السوق، بس I would rather ان احنا نبتدي نستخدم controlled memory files. ايه بقى controlled memory files؟ المفروض ان احنا فايلات الروتري عندنا ايه؟ عندنا ال controlled memory دي بتاخد نفس الشيب اللي انت، يعني انت لو مسكت الفايل تانيته بايدك يفضل واخد نفس الشيب. Very high elasticity ويعني معمولين بشكل ان هم super flexible.
فالفايلات دي رائعه، فهنبتدي نستخدم كنترول ميموري فايلز. ليه؟ علشان الفايلات الكنترول ميموري كمان مش بتعدل نفسها جوه الكنال، هي بتمشي مع الشيب بتاع الكنال. فاي بريفير ان احنا نستخدم كنترول ميموري فايلز في كليننج وشيبنج. سايز كام بقى؟ سايز كام بيختلف من كيت لكيت. في كيتس فيها 4 فايلات، 5 فايلات، 6 فايلات. في كيتس فيها تيبر 4 وفيها تيبر 6. طب احنا بقى اللخبطه دي كلها هنعمل فيها ايه؟ تيبر 4 از ايديال عشان هو ذا موست كونزرفاتيف، وكمان لو في كيرفت كانال ما يتكسرش. اوكي؟ طب تيبر 6 بيدي لك ادفانتج ايه؟ تيبر 6 بيدي لك ادفانتج ان انت تقدر تعمل كليننج وشيبنج، اوكي؟ وتوسع كويس قوي، فده يسمح لك ان انت الاريجيشن بتاعك يوصل للايبكس، بس في نفس الوقت بياكل دتين كتير. فايتس دايلاما. فاي وود رادر ان احنا نستخدم تيبر 6 في الكنالز الكبيره والكنالز الواسعه، بس في الكنالز الكيرفت والضيقه والنارو نستخدم تيبر 4. اوكي؟ طيب دلوقتي انا عملت وركينج لينث وخدت انيشال فايل، خلاص هبتدي امسك الروتري فايل الاولاني اللي انا هستخدمه، وات ايفر بقى ايه السايز. اوكي؟ في حاجات كتير قوي، في عايز تستخدم بقى في الاول 17 تيبر 4، عايز تستخدم 20 تيبر 4، عايز تستخدم 25 تيبر 4، وات ايفر الفايلات اللي انت بتستخدمها شركه ايه، وات ايفر الفايلات ايه، بس اود رادر ان انت تستخدم كنترول ميموري مش شيب ميموري. اوكي؟ شيب ميموري يعني فايل بيعدل نفسه وبيرجع في نفس السايز، الفايلات اللي بتعدل نفسها وبترجع لنفس السايز دي نفس الشكل دي جوه الكنال بتعدل نفسها، فانا ما بحبش كده عشان بتاكل من حته اكتر من حته. فاود رادر ان احنا نستخدم كنترول ميموري زي ما اتفقنا. طيب التكنيك بتاعي اوف انسترومنتيشن جوه الكنال ايه؟ انا دلوقتي عملت كورونال فلارنج ووسعت الكيرف اللي فوق، حلو كده؟ يبقى انا كده قللت على الفايل اللي جاي الريزيستنس الايبيكال. دخلت عملت بيتنسي بالفايل المانوال بتاعي فايل 10، هبتدي احط جوه السنه. انا دلوقتي المفروض اعمل ايزوليشن، هبتدي اعمل حاجه اسمها اريجيشن بول. يعني ايه اريجيشن بول؟ بجيب الصوديوم هايبوكلورايد، مش الادي تجلبه، بجيب الصوديوم هايبوكلورايد املى بيه الاكسس بتاعي، حلو؟ واجيب الفايل الروتري ابتدي اعمل بيه شيبنج جوه الكنال، اوكي؟ والارجنت موجود، مش بأداة تجلد بحطها على الفايل وخليه يلف. ليه بقى؟ عشان الأداة تجلد اللي بتستخدم بتجمع الدنتين اللي بيتقطع ومع الجل وبيخشوا في الفلوتس بتاعت السنه يسدوها، فاكشلي بيقللوا عمر الفايل مش بيطولوه. فلما نيجي نستخدم صوديوم هايبوكلورايد هيفيدني في حاجتين، اولا ان هو هيشيل الاريجيشن ينزل بيه لغايه الايبكس، والحاجه الثانيه ان هو هينضف الفايل اول باول عشان السيرفيس تنشن بتاعته قليله، فعمال ينضف 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 ينضف. فانا كده عملت البريكيشن وعملت الديسانفكشن. اوكي؟ هنشوف برده في اللايف ده ازاي. تمام؟ هخلص كليننج وشيبنج بالروتري فايلز بتاعتي عادي جدا. اوكي؟ وبعد ما اخلص كليننج وشيبنج بالروتري فايلز هبقى عايز اعمل فينيشنج. هبقى عايز اخلص بقى، احنا مثلا فور اكزامبل لو لقينا الكنال الفايل الانيشال فايل بتاعها 15، يبقى انا هبقى عايز اخلص بالروتري فايلز لحد كام؟ هكبر 3 فايلات، 20 25 30. والله بقى انت عايز تفنش بمانيوال فايلز، تخش في فايل 30 مانيوال تخلص بيه، اهلا وسهلا. عايز تخش في فايل روتري 30 تخلص بيه، اهلا وسهلا، مش هتفرق خالص. هتفرق اكشلي في حاجه، هتفرق في انك انت لو بتستخدم روتري فايلز كتير انت بتوسع اكتر من السايز ال 30، دي اكشلي اللي هتفرق فيها شويه. ففي ناس بيفضلوا يقفلوا على مانيوال فايلز على اساس ان المانيوال فايلز عندهم كنترول اكتر، تقدر تتحكم انك انت ما تقطعش زياده على اللزوم. لو انت عندك كنترول بالروتري فايل خلاص بالروتري فايل، مش فارقه كتير. فهي دي المشكله الوحيده، بس انك انت عندك يبقى عندك كنترول في الحته دي. تمام؟ طيب لما نيجي نتحرك بالروتري فايل بنتحرك ازاي؟ بنخش بالروتري فايل وان شوت؟ لا، بنخش بالروتري فايل نوصل اول ما يخش يقطع نروح مطلعينه تاني ننضفه بشاشه، وبعد كده نرجع نخش تاني وهكذا لحد ما يوصل الفول وركينج لينس بتاعك، تاتا تاتا بالراحه خالص. خلاص؟ اول ما يوصل الفول وركينج لينس ما تخليهوش يفضل يشتغل. ليه؟ عشان هو كل ما يفضل مشغل كل ما بيوسع اكتر، واحنا مش عايزين نقطع من الدنتين اكتر، احنا عايزين نحافظ اكتر. فهنخليه يقطع مره مرتين وخلاص، شيله واعمل بيتنسي وإيريجيشن وخلاص. تمام؟ اوكي. فده كده التكنيك اوف شيبنج بروتري فايلز. يبقى نرجع تاني الكليننج والشيبنج اتس لونج بروسيجر، فنرجعها تاني بالراحه. انا خدت معلوماتي من البري اوبرتيف اكس راي. تمام؟ تمام. بعد كده دخلت عملت initial glide path على الاستيميتد وركينج لينس اللي انا خدته من الاكس راي، حلو كده؟
بعد كده رحت جايب الارفس اوبنر وسعت بيه الجزء الكورونر اوكي عشان حاجتين، اقلل الستريس على الفايل من تحت واخلي عندي ستريت لاين اكسس للكنال. حلو. بعد ما عملت الستريت لاين اكسس وبالارفس اوبنر هبتدي اعمل حاجتين مهمين جدا يدوني معلومات، وركينج لينز ديترمينيشن بالابيكس لوكيتر اللي انا هشتغل عليه بقيه الفيزيت بالفايلات الروتري، والحاجه الثانيه هقيس الابيكال سايز كام بفايل مانوال اللي عامل لي ريزيستنس، طلع بقى 15 طلع 20 وات ايفر، وهزود من عليه 3 في دماغي عشان اقفل بيه في الاخر. خلاص. بعد كده هبتدي اخش بالفايلات الروتري انضف بيها حسب الكيت اللي انتوا بتستخدموها، بس اي وود راذر تستخدموا الحاجات اللي هي كنترول ميموري عشان they are great flexibility و resistance to fracture كمان. اوكي. بعد ما اخلص الكلام ده هبتدي اخش، بعد ما اخلص الروتري هبتدي افنش يا اما بروتري فايل يا اما مانوال فايل، واديكم عرفتوا الفرق ما بينهم وكل حاجه كويسه فيه. خلاص. طول ما انا شغال بفايلات لازم يبقى في irrigation جوه as a form of lubrication and disinfection، وبيدوب كمان البارت ايشو. اوكي. ده باختصار الكليننج والشيبنج. تمام. في تكنيك ثانيه للكليننج والشيبنج، زوننج، تي سي اي اللي هو تكتايل كنترول اكتيفيشن. التكنيك دي ادفانسد قوي، مش فكره ادفانسد قد ما هم فكره ان انت ما تعملهمش غير لما تبقى عارف الاول تعمل كليننج وشيبنج بروبرلي بالروتري فايلز. فاود راذر ان انا ااجل كلام عليهم دلوقتي لحد ما الروتري فايلز، يعني التكنيكس بتاعت الروتري فايل اللي انا قلتها دي دلوقتي انا بستخدمها في الكيسز كلها، نادرا لما بستخدم تكتايل كنترول اكتيفيشن او زونينج او كده، لما بيبقى في كيرت كانال وكده. فاي جس اود راذر ان انا اقولها في الابيسود بتاعت الكيرت كانالز عن اني اقولها دلوقتي. تمام. اديكم برضو عرفتوا الفرق بين تيبر 4 وتيبر 6 عشان تعرفوا امتى تستخدموا ده وامتى تستخدموا ده. اي ريلي هوب ان انتم ما تكونوش اتلخبطتوا عشان ابيسود فيها معلومات كتير، وانا في اللايف ديمو دلوقتي هحاول ابسط الدنيا ان شاء الله عشان تبقوا شايفين كل حاجه اكيوريت. اوكي. سي يو في اللايف ديمو.